نبدا مع حضراتكم اول سؤال، وهو هل اصبح طارق حامد جاهز لمواجهه مصر المقاصه؟ فشهد مران الزمالك امبارح انتظام طارق حامد لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعيه، وظهر بشكل قوي وجاهزيه كامله للفتره اللي جايه، وهو مؤشر لتواجد اللاعب في قائمه الفريق لمباراه المقاصه والمشاركه في طبعا المباراه الهامه اللي هتكون في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر. عوده طارق حامد او غياب طارق حامد كان لاراحته، لان الموسم اللي فات كان موسم صعب ليه، ولكن طارق حامد كان بدنيا ما عندوش الحمد لله مشاكل بالنسبه لكل جماهير نادي الزمالك وبالنسبه للجماهير المصريه اللي دايما بتحب تشوف طارق حامد داخل الملعب، ولكن اراحته كانت علشان يريح من الموسم فات والتحام مباريات وضغوط كانت كتيره عليه، وهيعود اكيد في مباراه مهمه بالنسبه للجهاز الفني لنادي الزمالك امام مصر المقاصه، مباراه على بطوله نوك اوتس ما فيهاش هزار. اكيد جدا، ولاعب مهم جدا طارق حامد من الركائز الاساسيه لنادي الزمالك، واصبح وجوده داخل تشكيله نادي الزمالك مهم جدا ل اكيد المدير الفني لنادي الزمالك، واكيد مهم جدا لجماهير نادي الزمالك. يمكن شفنا الماتش اللي فات محمود عبد العزيز ادى بشكل كويس حتى بعد ما نزل بعد طبعا الاصابه، ولكن في طارق حامد كده وجوده بيدي اريحيه عند جماهير نادي الزمالك ان هم شايفينه، بجانب طبعا فرجاني ساسف ان شاء الله باذن الله عوده مره ثانيه. كابتن طارق حامد اكيد واحد من اللعيبه الكبار لنادي الزمالك ومنتخبنا الوطني. لسه مكملين اسئلتنا، وهل عوده اللاعب للفريق اصبحت يعني صعبه بعد اكتمال القائمه وتواجد خمس اجانب ولا لا؟ ده اللي بيسعى الزمالك ليه للاجتماع باللاعب لتحديد مصيره بعد ما اعار الزمالك ثلاث لاعبين اجانب وهم رزاق ساسي وحميد احداد وكاسونجو. يعني زي ما قلت لحضراتكم طارق حامد ونادي الزمالك ومباراه مهمه جدا وعوده لكل اللاعبين اللي عايزين يكونوا موجودين اكيد طبعا دلوقتي في نادي الزمالك، فبنتمنى كل توفيق اكيد لنادي الزمالك في مشواره سواء في كاس مصر او حتى في مشواره افريقيا، بنتمنى اكيد كل التوفيق لكل الانديه المصريه.